تكاد تكون قررت باستثناء بعض المحاكمات الليلة اللي قدرت انها تقيم القرار بتاعتها. واحنا سعداء جدا ان في مصر مؤخرا يعني في مجالين كبار بيقدروا انهم يعني يبقى في فعاليات، يبقى في ضيوف، يبقى في عروض افلام، يبقى في دعم للصناعه. واحنا دورنا كمحاكمات الرئيس المالي ان احنا نستغل ادراك التحديات وادراك الظروف طالما من اول ما شفت فيلم دينجرس اللي على هات فتره
كابتن سير كريستوفر هامبتون الانجليزي الجنسيه، وان شاء الله حاجه شرفنا في الحفل بتاعه. مش بس التأمين الفكري بس كمان اللي كلنا طبعا عارفين اعماله، اكيد مش بتعرض هنا وبره، لكن كان الجديد السنه دي ان احنا بالشراكه مع المركز الثقافي الايطالي بنعرض مجموعه من الصور لرئيس اعمال فليني في معرض للمصور الايطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، هيبقى ان شاء الله في لحظه ظهر في اوبر. وكمان افتتحت الاحتفاليه دي بفيلم تسجيلي مهم جدا اسمه ارواح فليني فليني ذا سبيريتس للمخرج سيلما ديليو، وهنعرض اربع افلام من اهم افلام نسخ الرمامة، والافلام هي 8:30 8 ونص 8.5 ودوشا فيتا جوليت ذا سبيريتس ونايتس الكبيري. هتكلم سريعا عن البرنامج قبل ما الفريق المكتب الفني وانتم اللي عرضوا اهم المسابقات والبرامج المختلفه.